مرحبا بكم على قناة الإعلاميين الهواة بدوز في حلقة جديدة من برنامج لقاءات وضيف جديد. هو فحل من فحول الشعر الشعبي بدوز، ينحدر من عائلة عريقة في قرض الشعر، وشهرته فاقت الحدود. شارك في عدة مهرجانات في تونس والخارج، وتحصل على عديد الجوائز الوطنية والدولية، كما ترجمت بعض قصائده إلى الفرنسية والألمانية. عن بداياته في مجال الشعر الشعبي ومسيرته الشعرية وواقع وأفاق الشعر الشعبي في تونس سيحدثنا. سعيد جدا اليوم باستضافة الشاعر الكبير بلقاسم عبد اللطيف. سي بلقاسم، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك، وأود بدء أن أشكر جمعية الإعلاميين الهواة بدوز على هذه اللفتة الكريمة وهذا اللقاء الحميمي الأخوي. مرحبا بك. على كل حال أنتم كذلك مرحبا بكم في داركم. سيد بلقاسم، نبدو من البداية، نربما الأجيال الجديدة الشباب الصغير ما يعرفش بلقاسم لطيف، نبدو من البداية، من هو بلقاسم لطيف؟ النشأة والطفولة والدراسة. بلقاسم بن حبيب بن بلقاسم بن عبد اللطيف المرزوقي، أصلي بطبيعة الحال من الجلايلة من دوز الغربي، باباي من الجلايلة وأمي من العوينة من أولاد نصر من الخرايصة. ولدت وقرأت في البداية في دوز في المدرسة الكبرى، ثم انتقلت إلى المساعيد، بقيت فيها سنوات عدة حتى لين أخذت السادسة في المساعيد بتفوق، ثم انتقلت إلى قبلي للمعهد المختلط آنذاك، المعهد الثانوي في قبلي، إلى السنة الرابعة، حيث انقطعت عن الدراسة في السنة الرابعة ثانوي في سنة 70. ما تذكرش أسماء بعض زملاء تلامذة في القسم في دوز؟ هم كثيرين، محمد أحمد، البشير قريرة، يعني كثير من الزملاء اللي كانوا قبل، يعني أحبابي وأصحابي وإخوتي في المساعيد، محمد الشاوش، يعني كثير اللي كنا نقروا جميع، والمعلمين نتذكر سي العربي بالتهامي، سي محمود البليداوي، سي المهدي البرغوثي، عديد من المعلمين اللي قررونا إلى جانب الابتدائي. في السنة هذه دوز مثلا؟ السنة الأولى والثانية في دوز، ثم انتقلت الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في السبعينات. لا 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 لا، في الستينات، في 66 67 68، يعني كنت في نقرة في قبلي. بعد دخلت الوظيفة، دخلت المتاحف. هي قبل المتاحف الحقيقة، بعد ما وصلت السنة 20 دخلت إلى الجيش التونسي. ففي الجيش بطبيعة الحال كنت نقرض الشعر ونقول شوي شعر، ولكن عديت 6 سنوات في الجيش في المهاري، في سرية المهاري، كنت يعني في تدريب الجنود على كيفية الركوب على المهري، وكنا نحرس الحدود بيننا وبين الجزائر، يعني في حزوة وفي رجيم معتوق، إلى حتى أن نصل الحد الثلاثي، ما يسمى قديما بفرسان ويسمى حاليا ببرج الخضر. هذا في 76 77 78 79 حتى الـ80. بعد ولجت في بطبيعة الحال منيني في الجيش نقول الشعر، ولكن نقوله كان ذا بالجيش، ما عنديش الحق باش نشارك في المهرجانات أو في المناسبات. في سنة 81 والدي كان يقول الشعر بطبيعة الحال ويقرض الشعر، لكن في السنوات هذيك أنا ما كنتش نجم نقول حتى كلمة شعر قدام والدي، وما كنتش نشارك في المهرجانات، كنت محرم من المهرجانات زي علي أخوي، لأن الوالد كان هو اللي يشارك وهو اللي يمشي للمناسبات وللمهرجانات وهو اللي يستدعو فيه، فيعني في هاك الاستدعاء للمهرجانات ومشي هو للمهرجانات كان حرمنا احنا ما نشاركوش في المهرجانات، لان احنا نحشمه قدام والدي ما نقدوش نقولوا الشعر. ولكن في 82 تقريبا اول مره يسيبنا ننطلق في الشعر، وبدت مشاركاتي اني وعلي خو. اما قلت الشعر انت صغير؟
لا قلت وانا صغير، قلت عمري 13 عام 14 عام، كما قلنا حتى في الجيش كنت قلت كثير قصائد، حتى مني في الجيش يعني قلت كثير من القصائد، وخاصة دائما اما القصائد الغزلية او الهزلية او قصائد معنا على معاناتنا في الجيش. فكرش مقطع من الابيات الاولى والقصائد الاولى؟ من اول القصائد تقريبا عمري 14 عام جبت قصيدة غزلية في قرعة بوفليجا في قصر غيلان على بنت صغيرة اسمها حدهم، نقول لها محل اسمك يا حدهم في الريق شهد يا مربوع القد منك كبدي طايبة والقلب صيد عشقت اسمك يا حدهم من غير أسباب يا صاق الأنياب نزل حبك في خاطري عامل مشهاب نحلف لك بيمين يا كاحل هذاب الباهي ما يخياب حتى كان يعيش في لي يا شكلاب إني عقلي حل سبتك ما لقيتها ساب شبحي دار ضباب حيه الفرقة حارة والقلب جبد. هذه من بدايات؟ هذه في بداياتي في يعني في بعد رجعت لدوز وفي ذات الثمانينات دخلت الوظيفة. دخلت بطبيعة الحال هو دخلت الوظيفة في تقريبا في 83 شاركت أول مرة في مهرجان دوز، أول مرة شارك، وكانت القصيدة أنا ذاك عن قصيدة تسمى السارح والمعلم، يعني وقتها الناس في تطور، فأنا أشوف محسن راعي في الصحراء وحر ليبر كما هيك او معلم اللي ابناء عمي كلهم قروا وكملوا قرايتهم وولوا معلمين وولوا قروا وكذا. فبديت اخير في ام احسن منهم وانا اللي باش نتكلم عليه، فجبت قصيده عركه بين اخوتي الزوز السارح والمعلم وما ندريش شكون يفوز معانا ونتكلم. يقول يعني القصيدة معناها محاورة بين السارح والمعلم، معناها والنجم إذا كان حبيت النجم نلقي منها بعض حبيت ندخل الوظيفة المتاحف. أي هي ألقيتها وخذيت بها الجائزة الأولى في مهرجان دوز في 83. فبطبيعة الحال نهارها صدفة وزير الثقافة اللي باش يعطيني الجائزة كان معاه مدير المعهد الآثار، المدير العام لمعهد الآثار كان الدكتور حسين فنتر، محمد حسين فنتر. فقال لي أنت شتخدم؟ وأنا كيف مخارج من الجيش قلت له ما نخدمش. فقال لي ها باش نعملوا متحف في قبلي، متحف الحركة الوطنية كفاح الوطني في قبلي، أنت تشرف لنا عليه. قلت له خلاص. فكانت هكذا في أول 84 دخلت الوظيفة، شديت متحف قبلي اللي كان منفى لبورقيبة، دار منفى البورقيبة، دار أمك السيدة يقولوا لها في قبلي، يقولوا يسموها دار أمك السيدة. فكانت أم السيدة هذه هي عزوز كبيرة، وكان الوقت اللي كان بورقيبة نفوه ثميكة ما تكلم عليه حتى حد، ولكن وقت نفوه ثميكة كانت هي تجيه كل ليلتين ثلاثة، تجيهم المغاريب جايبة قفة تقول لهم راني عندي ولاداتي عندي قضية تنهزها. تلقى بطبيعة الحال العساسة عليها عربة مجزيرية ولا كذا. فكانت يعني هك اللقاها كيف تجيه للثميكة يعني تعطيه تهز منها أخبار أو تعطيه أخبار، فكانت يعني هكذا. كان متنوع، كانش مختص بورقيبة، كان متنوع حركة وطنية كاملة. هو حركة وطنية كاملة ولكن الأكثر على بورقيبة من فاه ثميكة، كيفاش قريب بورقيبة ونمشي كذا من فاه ثميكة، ولكن الزعماء أيضا اللي معاه كما الدكتور ثامر والمهيري طيب المهيري. لا هو معهد الآثار، معهد القومي الآثار هو اللي جاب كل الحاجات هذيك ودرنا المتحف هذاك بما فيه صورته هو من في بلحيته وكذا وصور قديمة من الأرشيف البورقيبة. في 87 يعني إذا كان تحب نسرد لك الأحداث كاملة. في 87 بطبيعة الحال عندما جاء بن علي أغلق المتحف تماما بأمر يعني من الرئاسة، واللي فيه كل طلعوه لتونس، وبقيت أنا تقريبا 7 أشهر نخدم مع مندوبية الثقافة مع السيد تهام بلحسن، نمشي ونجي من غير ما نعمل حتى شيء، إلى أن جاءت الفكرة لمعهد التراث وقت اللي تبدل اسم معهد التراث، جاءت الفكرة باش نعملوا المتحف متاع دوز معهد تحف العادات والتقاليد. فيعني طلبنا من البلدية بارك الله فيها وقتها محمد الهادي بن نصر كان الكاتب العام للبلدية، فهو أثر على ومحمد عبد المولى كان مدير رئيس البلدية، فأثرنا عليهم شوي كون مصلحة عامة وكذا، فأعطونا البقعة هذيك عوضوا لهم عليها لأن هي أرض
تعائلات عوضوا الملاهي من البلديه واعطونا المكان هذاك اللي موجود فيه المتحف حاليا وبدل الانجاز. فانجزت اول مره فيه زوز بيوت بركه زوز ديار بركه يعني القاعات الكبرى اللي هي القاعه العرض حاليا والقاعه اللي فيها المخبر. ثم بعد زدنا كيفيه الدخول ويعني والفيستيرات وال الدار نتاع السكن. كان مبرمج زوز اجزاء زوز اقساط، تعملوا زوز ولا مازال قسط؟ لا، هو كان مبرمج في الواقع في الاول كان متحف افريقي باش يلم الصحراء بمعناها الاكبر، يعني تدخل فيه البدو بحلهم وترحالهم كامل وكذلك حتى التوارق وكل ما هم ساكني الصحراء. فكان في الاول هذا المشروع الضخم والكبير اللي هو بدعم من المهرجان في الواقع الأول. لكن بعد وقت اللي دخلوا في الإنجاز الرسمي ثم دول يمكن جبدت إيديها من الموضوع هذا أو نقصت الدعم. وكذلك كما تعرف أيضا في طوزر ثم وقتها شريط يحب يعمل متحف كبير وهو مشروع خاص وهو كذا، فقلص أيضا من المشروع اللي زار مدير عام اليونسكو، زار وزار حتى المدير البنك الدولي وزار عديد الواحد. فنقص وبدأ كان عادات وتقاليد البدو الرحل، وعند بالته يبقى حتى المرازيق بركة، ولكن قلنا على الأقل البدو الرحل في ولاية قبلي في نفزاوة بدناها يعني من القبائل. البحث بقينا 15 سنة نعمله في بحث كامل عن الجهة هنا، ولقينا البدو الرحل هم 5 قبائل الموجودين في نفزاوة اللي هم أولاد عقوب والمرازيق والعذارة والصبرية وغريب. فعملنا البحث عليهم كامل على فصيلتهم منين جايين، يعني أنسابهم ومنين جايين، ثم عاداتهم وتقاليدهم حتى من الوش متاع النساء والعزائل متاع الإبل والنسيج البدوي والأكلات الشعبية. ويعني عملنا عليهم كل جهة أو كل قبيلة حتى اللحمات متاعها والعروش متاعها يعني واللباس متاعها والأفراح والأتراح وغيرها، عملنا عليها بكلها بحث كبير جدا. بقينا 15 سنة نعمله في البحث هذا بدعم بطبيعة الحال كان معي الدكتور عبد الرحمن أيوب، كذلك كان معي الدكتور المنصف محلة وكثير من الدكاترة اللي في المعهد. في البداية يعني يفتح بموظف فقط؟ نعم، هو في البداية إلا أنا كمدير جيت من غادي لهنا، ولكن عملوا معي حارس. الحارس وقتها حارس كان يحرس في البناء في مع المرمى يعني حاكة، فضافوه للمتحف فولى يحرس البنية في حدث. وقتاش افتتحها بالضبط؟ في يعني في 94 تقريبا فتحناه، ولكن فتحناه مجاني، قلنا خلينا نسبقه شوي. فهك للسنوات هذيك جدنا مرأة تنظف فام دي ميناج، يعني كانت مرأة في المعتمدية فاطمة العربي، يعني جبناها ودخلت ترسمت في بالقسم بالهدف جيه كما بعد. لا بالقسم بالهدف جيه في التسعينات يعني 98 جاء بالقسم بالهدف جيه بعد ما المتحف ولا يخدم وبالقصان ودشنا دشنا وزير الثقافة بشم إسلام أو لا الهرماسي عبد الباقي الهرماسي. هذه قصة مختصرة على ربما أحداث المتحف ومهمة جدا الحديث جدا. أنا حبيت نرجع لبدايتك الشعرية وتوا لمحت لها شوية معناها بحضور الوالد المرحوم تو ربما نزيد نجوها بعد. بمن تأثرت في بدايتك انطلاقتك الشعرية؟ بطبيعة الحال في البداية كانت ضربة البداية مع والدي، لأن والدي كنت وقت اللي يمشي حتى الأعراس أو يقعد في المجالس يحكي هو أني نتكى على ركبته ونسمع، ويعني كان نحفظ منه تلقائيا، ونسمع قصيدة قالها نحفظها مباشرة. فبعد شوي وقت اللي كبرت شوي وليت نتنقل بين الناس وليت نحفظ في أغاني القصائد البرغوثي، فاهتميت أيضا بالبرغوثي وخاصة المترادفات في البرغوثي، لأن والدي كان يقول القصيدة وفيها تأريخ وفيها كذا، ولكن البرغوثي كان يعمل يتلاعب بالكلمات، خبط لط ضرب كب معس هس كذا،
فكانت شدتني أكثر. بعد جيت مشيت إلى ليبيا ولقيت محمد سعيد القشاط وجبت الكتب متاع محمد سعيد القشاط، فلقيت الصورة الشعرية عند البعد الآخر والتعبير المجازي عند محمد سعيد القشاط ممتازة جدا وجميلة واللي هي ماهيش موجودة، فيعني شدتني أيضا فيه. فتقريبا هذوم الثلاثة اللي ركزت عليهم. لازم قلت يظهر لي في كل أغراض الشعرية. نعم. أي غرض ربما أحب إليك وأقرب لنفسك؟ بطبيعة الحال هي ما تسمى بالشعر الحي. إيش معناها الشعر الحي؟ الشعر اللي نجم نقوله في أي ركن من أركان الكرة الأرضية بدون استثناء، يعني القصيدة اللي تبقى حية دائما اللي تشدني، مثلا كيف نغني على الشمس، هذه الناس كلها في الكرة الأرضية تعرف الشمس. صح. كيف نغني على الحب، الناس كلها تعرف الحب. كيف نغني على الوفاء، الناس كلها تعرف الوفاء. كيف نغني على الشجاعة، على الكرم، على هذايا اللي كان يشدني، الوجدانيات أو القيم الطبيعية للإنسان والأرض. وشو الغرض اللي ما قلتش فيه؟ الغرض اللي ما قلتش فيه واللي في الحقيقة هو والدي كان السبب، هو غرض ما يسمى بالهجاء. والدي قال لي إذا كانت تحب تعيش بقدرك ما نسمحكش إذا كان تهجي حد في قصائدك. والتزمت. والتزمت إلى يومنا هذا، يعني ما رغم أحيانا تقالي ظروف خايبة ولكن ولم أهجي بأشارة. الحمد لله. سيدي جاسم، نبدو المسيرة الشعرية بتاعك، أنت خارج دوز أرسلت للعائلة وعربت لهم عن نية الزواج، سمع الوالد المرحوم الله يرحمه فبعث لك قصيدة رمزية معبرة يطلب فيها منك أن تقترن بالقريبة، ما تبنش بعيد، ما تاخذش البعيد على العائلة وعلى دوز، وربما تقترن بابنة العم، وقمت بالرد على هذه القصيدة، قصيدة مماثلة رمزية. هو كما قلنا والدي كنت حذاه، ما نقدش نقول الشعر خلاص بتاتا، ولكن أنا في الجيش في رمادة بعث لي رسالة، حب يخطب لي بنت عمي، تكلموا هنا وحب بعث لي رسالة، لكن عيب الوالد يقول الولد أنا نخطب لك ولا ما نخطب لك. فمثلها بغابة دقلة، بعث لي قصيد رمزي. الخطر عارفني نقول الشعر ولكن يحب يشوفني نفهم ولا ما نفهمش. بعث لي قصيدة رمزية مثلها بغابة دقلة، الغابة القريبة خير من الغابة البعيدة، وما تعجبكش نخلة في وسط مجرى مياه ولكن ما تثمرش، وهل المجر. أعطينا المطلع والخاتمة. المطلع يقول يلي تتخير في الملك الجديد وما زلت تتخير في مغتل الشراء، اشري كان الباهي والباهية تزيد ولا يهمك باهي سوم إذا غلا. بطبيعة الحال أنا وقت اللي أعطاني القصيدة فهمتها، الرجع لها عن نفس الإيقاع ونفس الوزن ونفس القافية، نقول له نستفتح بسم الله في أول القصيد وعلى محمد لمجد ثاني الصلاة، هذا جواب جاني من بلادكم بعيد، فهمت الشعر قريته ومطالب الرضا، أني ولدك يا بابا ما جيت شي فريد، وانتم هم هليتي ما تفعلوا مضى. لكل قصيدة قصة، ما هي قصة يا صحر تيجيتك جبدني شوقي؟ يا صحر تيجيتك جبدني شوقي هي في الواقع شاركنا في مهرجان في 85 في مهرجان ورقلة، الملتقى الأول للجمل في ورقلة في الجزائر، وكانت المشاركة معي مندوب الثقافة سي تهام بلحسن رحمه الله. يعني مشينا غادي وعن طريق الثقافة متاع وادي سوف، وكان معنا يعني بديس قدادرة مدير المندوب الجهوي للثقافة بوادي سوف. فوقت اللي وصلنا غادي وجينا لسباق الجمال عندهم والعرض، جاء منهم شاعر يقول في قصيدة على الجمل، فبديس قدادرة هذا المندوب يعرفني قال لي هاي نضلة يا مرزوقي، فكانت هالكلمة هاي نضلة يا مرزوقي شحنة باش أني حضرت القصيدة في اللحظات هذيك. داب ما كمل هو قصيدته نضتني نقول لها يا ورقلة، في الواقع في الأول نقول يا ورقلة، أما بعد وقت اللي جيت بدأت خذت أكثر صدى قلت يا صحرتي، باقي هي في الأول كانت يا ورقلة. يا ورقلة يا ورقلة جيتك جبدني شوقي وماك تعرف المرزوقي، حب الجمل ترتن سكن في عروقي. هذه بداية القصيدة. بعد بدلتها بيا صحرتي نظرا لمهرجان الصحراء الدولي في دوز. كيف قصة طب ومقرنش الطب؟ قصة طب ومقرنش الطب هي قصيدة كانت في المشاركة في دوز في المسابقة العكاظية في دوز في 86،
شاركنا كانت الصحراء وفوائدها، الموضوع الصحراء وفوائدها. ففوائد الصحراء بالنسبة لي هي الأعشاب والحيوانات، ويعني حتى التراب اللي فيها بالنسبة لي فائدة. الناس تقول لك الصحراء يمكن صمت، يمكن موت، يمكن خوف، يمكن كذا، لكن أنا ننظر لها بمنظور آخر، لأن عمتي الله يرحمها لبيضة كانت مشهورة جدا هنا في الجهة، أي صغير يمرض ولا أي مرأة تمرض إلا وتمشي لها. أما كانت صغيرة خبطة، كان مرات تعطيها تطبخ لها الأعشاب، كان كذي، فكانت معروفة. وقت اللي جت الصحراء وفوائدها كقصة كمسابقة، مشيت بحذاها ليلة وقلت لها راني نحب نعمل قصيدة على كذا، فقالت لي هذه تعمل تنفع كذا وهذه تنفع كذا، وخططت للقصيدة. يعني لقيت شدني الموضوع، فجبت قصيدة طب وما قريناش الطب وموش عجب بندا وبدوايا تعرب، وركزت في المقطع الأول منها لأن هذاك هو اللي خذا صدى في أوروبا وحتى في فنلندا وحتى في قلتها في 45 دولة على فكرة، يعني القصيدة هذه يعني هو اللي شد الناس أكثر من البقية، لأن الأول نذكر فيه المرض والعشبة، يعني شنو المرض اللي العشبة اللي تدويه. فالمقطع الأول نقول فيه طب وما قريناش دروس ولا لنا في الطب علوم، احنا نداوه من غير فلوس وبضن الله نبري المهموم، بضما يدعل كل زنوس وعرعار جداري مرتوم، نضمد على الصبع المدحوس نكمد للجرح المعدوم، يحمي متقوفة مدسوس من اللسعة يبري المسموم، جبار على شمس الروس العلقة للعاقر مفهوم، الفجل لو كانك منفوس الحرمل للنافس ملزوم، كانك في المعدة مكبوس مروب الداوي المحموم، كانك مستبرد منكوس وطقلها كليلة مغموم، كانك من وذنك محسوس الرمث اللي يبريها معلوم، كان عندك ريح المعكوس الشيح يجلي كل هموم، وهالشي مجرب ملموس وكان تحب تعالى للصحراء وجرب وطبه مقريناش الطب. فالقصيدة خذت صدى كبير عند الناس لهذا السبب وقت شرها في أوروبا وفي الخليج، أي وقعت معناها وقت لقيتها عندها دور كبير والناس كلها تحب تسجلها والناس كلها تحب تحفظها، وليت قلت علاش ما نجسمهاش في معرض. وليت القصائد الأعشاب اللي ذكرتها فيها كلها لمدتها في معرض، وعملت عليها بحث، بقيت تقريبا 7 سنوات نبحث في كل عشبة وقتاش تنبت ومنين تنبت وكذا، كل عشبة عملت لها فيش تكنيك، يعني العشبة تعريفة العشبة، ثم أنا الجزء المهم فيها، ثم ضد أي مرض، ثم كيفية استعمالها في القصيدة. قديش نوع من الأعشاب وقديش هذه في الواقع نعمل فيها ديما مسابقات، فلنجتازوها نخلوها خاطر ربما تقع فيها مسابقات أخرى. على كل فالقصيدة هذه يعني كما قلت لك المعرض هذا عرضته في 25-26 دولة السنة، يعني عرضته في ألمانيا تقريبا 4 ولا 5 مرات، غير في ألمانيا برك، عرضته في فرنسا، عرضته في عديد الدول، عرضته في مصر، عرضته في المغرب، عرضته في جنوب المغرب في العيون وفي سيف القاسم. نعم. هناك صور جميلة وبليغة في قصائدك، هي نعتبرها من البديعيات ومحسنات، كأن من تتخذ القصيدة ساعات إيقاع خطاء المهري عند ركضة يدفتف ويحدف خفة لف 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 المف. هذيك شوف أي شاعر تحطه في بيئة معينة، مثلا اللي في البحر تجيب لك على أمواج البحر أو يستوحي من حاجات هذيك. احنا في الصحراء، الصحراء عندنا البل والخيل وهالبيئات هذي أو زفوف الريح أو غيره. فعند كيف نقول مثلا على الجمل نصفة، وقت نبدأ نلقي في القصيدة ما يلزماش المتصنت أو المستمع ما يلزماش يبقى ينظر فيه كشاعر قدام ميكرو، يلزم يبحر هو بخياله نخرج من هك الواحدة ذيك، يشبح كأنه يشبح في الصورة جمل متعدي قدام يجري فعلا ويسمع خطى جمل. أنا عم كيف نبدأ نقول له يدف دف ويحدف خفة يلف لف لف الهف هف معفة بالخف كيف يصف موسع دفة كالطير طاير بجناحه فوقي، أحجل موفى مشي تاب الخفة راجع الكفة بيه قاوي شوقي. كيف نقول له كي هو يسبح البرة يخرج نخرج من هك من دار الثقافة أو من المنتزه أو من الفضاء. كيف كيف على الخيل، الخيل ساعات القصيدة تحمل إيقاع خطى الفرس وسابق في الصحراء. نعم. نبي على ماضينا، أي نبي على ماضينا جرف
لفنا عصر الهوى ونسينا خطف طفنا الحاضر بديقة سينا تركنا الحنينة وسرجها وسواحة ويا ما جرينا في الخلا ومشينا ويا ما غزينا في العدو رباح. ممتاز. أنا فعلا حكيت هي سياق مبالغة وصور بديعة صور، ولكن البيئة هي اللي تستوحي منها، أنت من بيئتك تستوحي. فهذه حتى في الخليج في وقت اللي قلتها في خاصة قصيدة مثلا يعوش السيقانية مدادة، وقت اللي قلتها في السعودية في التلفزة السعودية الناس كل قاعدة بوش بي، لأن الكلمات مفهومة عندهم، لأن حتى هم يفهموا بالدارجة متاع القا ويفهموا في ولكن هك الترادفات اللي فيها كفح كح ضرب كب معناها يقول لك هذه نمط فني جديد ما يعرفوش. احنا ما دمنا سيدي القاسم في قصص القصايد، قصة بالله يا شمس لا تتركينا. بالله يا شمس لا تتركينا هي في الواقع في 97 استدعيت إلى أعلى قمة، استدعيت إلى شامونيكس هذه بلاد الثلج في فرنسا، ولكن خليت هنا درجة الحرارة 32. من غدوة طلعوني البقعة اسمها بيريفيريك يعني لغويدي ميدي سموها، طلعت بالهاك الخيط هذاك، كان معايا علي بن عبد المولى هذا متاع الأجنس متاع غيلان بارك الله فيه، مشينا طلعونا 4800 متر على رأس الجبل، وكانت جبال بكلها بيضاء بكلها ثلوج كلها يعني شجر أبيض وثلج أبيض، وكانت وقت اللي طلعنا لفوق نلقوا إلا 27 تحت الصفر درجة الحرارة من 32 إلا 27 تحت الصفر. فكنت نرتف الجيف هيك ونطق وصوني طقطق، ورغم اللي لابس بالقدين ونلقى شياب كبار يلبس معناها لابسين نصف يد ولابسين شرطوات، فاستغربت كيف هذا يحمل فيها. فقالوا لي راهم عندهم حشاكم شراب يسمى الفودكا، ولكن احنا ثم السحاب كان تحتنا يمشي كأنه صوف، وفوقنا كيف سحاب آخر كأنه صوف. فأنا ثميك هست عليه الشمس، وهاك الشمس متاعنا وكيفاش اني بزوز عيون وحبست معناه مع الشابح هناك كان دنيا بيضة وما عادش لا شيء مع حتى البشر ما عادش شايفهم، وكيفاش هي عين واحده وتشبح في دوز وتشبح في التمر وتشبح في اهلي ومحبوبتي وغيره وغيره. كيفاش المطلع تاعها؟ فجبت القصيده بالله يا شمس لا تتركينا ولا تهجرينا عزه والشعر رانا خذينا. يا شمس يا يا عاليه يا فريده وحدك بعيده لا طال لا دنسك حد بيده، تضوي على الكون وانت سعيده بنورك وقيده تجلي ظلام الليالي الكسيده، كل فجر عندك البسمه جديده تفوق القصيده بيني وبينك روابط عديده، فيك الامل والرجاء والعقيده ما تفارقينا ولا تغيبي يوم وجهك علينا بالله يا شمس لا تتركينا. وكانها ثم اللي علق لها صحفيين وكانها نظمت لخسوف الشمس. لا نقول لها والله يا شمس لولا ظهرتي في الجو سرتي لولا على الكون كل يوم درتي، لو كان بالله راك انكسرتي ولا اندثرتي، لو كان في الأرض راك انقبرتي، علاك مولاي بيدا سترتي بسر بهرتي فيك الدفي والحياة والنورتي، ولو كان يا ضاوية ما صبرتي رانا غدينا بظلام حالك ليالي شينا بالله يا شمس لا تتركين. حتى نبعث معها رسالة نقول لها بالله يا ساكنة في العلالي روفي بحالي بالله هزي سلام الغوالي، طلي على أم الغثيث الحمالي زهو ودلالي وقولي لها فراق وحشك لجالي، لا تحرقي تمورها ولا تسالي على ما جرالي بهوايه الخير يطمان بالي، يا شمس يكفي ظلام الليالي شعي علينا يا حق يا دافيا يا حنينة بالله يا شمس لا تتركينا.